السلام عليكم ورحمه الله. مشتاق قناه تي في كيف كتشوفوا هنا كتوزوا الان هنا نوعي عين حدوده بالضبط هذا مدرسه سهام هنا العمليه ديال الافراغ بالقوه مجموعه هذه المناجم هنا اللي كتم الافراغ ديالها في هذه اللحظات ضرب السلطات المحليه هنا في عين حدوده هنا في اطار لواء مجموعه ديال الدواوير منهم الدواوير الدوار النقاط هو دوار حربيلي كتشوفون العملية متواصلة العملية متواصلة العملية متواصلة هنا في قناة تي في صحيحة هنا السيد القائد ايواء لمجموعة من الدواوير السكن اللائق كتشوف معنا منتجع قناة تي لكن توصل الان بالضبط نحدا مدرسة سهام مجموعة ديال السكن الساكنة تاهما تفهموا القضية فهموا وخرجوا الحوايج ديالهم بدون مشاكل بدون حاجة هنا في إطار تهيئة مدينة زنيتة الجديدة خضر نازل على الطرف الملكي كيف كتشوفوا المراقبة على الحجاب الصحة الصحة هنا مراقبة على كل دقيقة كل على حيتيات على كل حيتيات مراقبة دقيقة بس ما تكونش انفلاتات لا في عملية الهدم لا في عملية الإيواء لا في عملية كتشوف انا متبقى قناة تي في هنا
الحقيقه نشوف في العمليه انا غدا حتى عيون نزل السلطه اللي واقفين على الكرسي غير وكبير. واحد المشروع كبير مشروع كبير ديال تهيئة الدواوير الصحة غير لائقة تهيئة ديال هنا في مدينة حزناتة البيئية. هذا مشروع كبير أكبر مشروع في المغرب لأن كيبان واحد المجموعة ديال الدواوير تنقي وحدها وكاين بعض الدواوير اللي تيوقعوا الدور. الهدف ان شاء الله تم اتفاق مع الناس وتم احصاء مجموعه ديال الناس غيكون الهدف ديالهم غيكون الترحيل ديالهم للتجزئات التي تعرفوا هي لائقه. مشكورين رجال السلطه رجال الامن بارك الله فيك على هذا المجهود الكبير اللي كيقوموا به مسؤولين مشكورين حتى الساكنه اللي بدات وتفهمت الوضع لان الساكن في هذا الوقت ما بقاش بحال هكا. بالاخص المغرب غادي تطور جديد تطور نموذج جغرافي جديد خاص مقبول في المغرب يبقى بلاد مساكن بهذه الطريقه هذه. شكرا لجزاك الطرف الملكي على المجهودات التي تقوم بها ويصبحوا ينظموا حتى العمليه على الدواء ميكونش فيها مشاكل لا والو. عندنا هذا النور على النوران والنور هذا من حسن الى احسن. الى هنا نتلقى ان شاء الله. شكرا.